القامة يمشي مرفوع الهامة يمشي منتصب القامة يمشي مرفوع الهامة يمشي وانصار الحكومه انصار تونس بصفه خاصه معناتها ضد هالناس هذوما اللي هما معارضه كرتونيه اللي هما معارضه بن هما من اتباع بن علي مازالوا يتبقوا على الماضي يحب يرجعونا الماضي بده هنا حاضر ومستقبل صبرة سامام هو انتهاء الشرعية الانتخابية ونحن نطالب بالشرعية التوافقية كي يكون جميع التونسيين معناتها مع بعضهم معناتها مواصلة المشوار حتى الانتخابات القادمة وحتى لا يكون هناك تزوير في الانتخابات.